انا مش مصدقه يا استاذ سالم اللي انت بتقوله ده. انت واعي لكلامك؟ يعني فعلا فعلا هتسدد لي ديوني؟ وهتشتغلي معايا في الشركه كمان. انا عايزك من بكره تروحي شغلك تاخدي اجازه، والاسبوع الجاي تكوني عندي في الشركه، وهديك يا ست قد اللي كنت بتاخديه من شغلك 3 مرات وزياده كمان. ها ايه رايك يا ستي؟ يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. استاذ سالم انا مش مصدقه اللي بسمعه ده. طب ممكن تكتب الكلام ده في ورقه وتمضي عليه عشان اتاكد انك هتنفذه فعلا؟ يا سلام يا استاذ سالم، انت ربنا بعتك لينا، فمن قدك سعاد كل مشاكلك اتحلت في غمضه عين. انا على العموم تحت امركم في اي حاجه تحتاجوها. انا مش بس بعمل كده اكراما لجابر الله يرحمه اللي كان صاحبي وزي اخويا تمام، بس انا خلاص بقيت حاسس ان انتوا اهلي وناسي. ربنا يكرمك يا ابني ويكرم اصلك، ده انت هديه ربنا بعتك لينا من السما. تصدق انا كنت بموت من خوفي على سعاد والدنيا اللي عليه. انتي ساكته ليه يا ناسا مرة؟ انا لا ابدا، انا بس يعني مستغربه ومش مستوعبه اللي انت بتقوله. من ايه؟ يعني احنا ما بقابلش ناس كويسه كتير، يعني انا لسه شايفه ان الدنيا لسه بخير. ايوه الدنيا لسه بخير يا مر، وانا مهما عملت ما اقدرش اوفي جمال جابر عليا. ربنا يكرمك يا ابني ويكرم اصلك ويسترها معاك دنيا واخره. قادر كريم يا رب. سلام، هي دي بقى الدعوه اللي انا مستنيها من الصبح. واسمحي لي من هنا ورايح اقول لك يا ماما، لانك بتفكريني بالمرحومه والدتي زيها بالظبط في حنيتها وطيبتها. استاذ سالم، ربنا اكرمنا بيك علشان تعوضنا عن جابر. جابر اخويا ما يتعوضش، مش هيجي زيه ابدا. طبعا يا مروه، يا انسه مروه. طيب اسمحوا لي استاذن انا بقى، بس انا ليا طلب صغير عندكم قبل ما امشي. لسه بدري يا دناي، واي طلب انت تطلب عينينا. تسمحي لي اخد لكم صوره حضرتك ومروه وسعاد، يعني حاجه كده تبقى من ريحه المرحوم الله يرحمه. بس كده؟ طبعا طبعا يا بنات. يلا يا سعاد. تعالي يا مروه اقعدي هنا. انا هقعد ايه؟ اوعي يدبعوا جنبك. ودي جنبك. انا جنب. انت ايه اللي حضرتك تاخديه؟ بقول لك ايه، تعالى اقعد جنب انت. ليه؟ من انا لابس ومتقيف حتى. ايوه ما انا عشان كده هصورك صوره ليك انت لوحدك. والله؟ تعالى. حلو كده؟ حلو قوي. مبسوط يعني؟ ما تقعد معاهم واصورك انا. لا 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 خليك انا. طيب. حلو. بقى مروه تتخرج من الكليه وانا ما احضرش. المهم انك اطمنت عليها وقلبك ارتاح، ومشاكل سعاد كمان قربت تنتهي. يلا. انت قريت جريده النهارده؟ فيها ايه الجرايد؟ هشام السلحدار يا سيدي، صورته في كل الجرايد الايطاليه. الله، ده الراجل بتاع توظيف الاموال اللي هرب من مصر من كام سنه. ايوه، ومن ساعتها وعايش هنا متهني بفلوس الغلابه اللي سرقها منهم، ومن ساعتها والحكومه المصريه بتحاول تسترده من ايطاليا. ولا هيقدروا طول ما هو معاه الجنسيه الطليانيه. لا مش كده وبس، كمل قرايه. يا ابن الكلب، بقى الحكومه المصريه عايزاه عشان هو معارض سياسي. شوف البجاح. ما هم كل اللي بيعملوا مصايف في مصر سواء كانوا بيسرقوا قروض من البنوك ويهربوا بيها، او توظيف الاموال او غيرها، أول ما يهربوا بره مصر يهاجموها، ويقول لك إن الحكومة لفقت لهم التهم دي. وللأسف في دول كتيرة قوي بتصدق وبتديهم حق اللجوء السياسي. بقول لك إيه يا عبد؟ أنت معارفك في روما كتير. اجمع لي معلومات عن الراجل ده. ليه؟ هقول لك في وقته. دلوقتي لازم أمشي، عندي ميعاد مهم. ميعاد؟ ميعاد إيه؟ ما قلتلكش. لا ما قلتليش. عندي ميعاد مهم مع المسؤول الايطالي اللي هيديني الارض عشان ابني مدينه اسكندريه عليها. ايه يا ليلى، ما قلتليش ليه؟ يعني مستنيه الناس المهمه. هو مش حضرتك قلت ان في عندك اجتماع عمل ولازم انا اكون موجوده؟ طبعا يا ليلى، انت سكرتيرتي، يعني لازم تحضري كل المقابلات اللي ليها دعوه بالشغل سواء كانت في الشركه او بره. طبعا، بس يعني هما مش اتاخروا شويه؟ لا، ما ده كلموني من نص ساعه على الموبايل ولغوا الميعاد، بس انا نسيت اقول لك خالص.
بقول لك يا ليلى، انا عايزك تقولي لي على حاجه. حاجه ايه؟ جابر الله يرحمه طبعا. عايزك تقوليها عن الفتره الاخرانيه قبل ما يحصل اللي حصل. يعني عايز اعرف ازاي لفقوا له التهمه اللي لفقوها له دي. استاذ سالم لو سمحت، انا عندي صداع وعايزه اروح. يا ريت بعد ما تخلص اكلك بس، يا ريت لو توصلني. طب هخلص الجمبري. ايه حكايه الاستاذ سالم معايا؟ عاوز مني ايه؟ هو مهتم بيا انا ولا بحكايتي مع جابر؟ ظهر اني غلطت لما وافقت اشتغل معايا، لكن الغلطه دي لازم تتصلح وفي اسرع وقت. ادخل. ازيك يا ليلى؟ ايه اتاخرتي ليه وعمال بكلمك على الموبايل ما بترديش؟ بصراحه انا جاي النهارده عشان اقدم استقالتي. استقالتك ليه؟ احب احتفظ بالاسباب لنفسي. ده عشان الغدا بتاع امبارح مش كده؟ طب ليلى انا عايزك تقعدي وتسمعيني. اقعدي. بصي يا ليلى، انا عايزك تعرفي ان انا مقدر مشاعرك دي تمام، وعارف انك وحدانيه وكلام الناس كتير، وفعلا امبارح ما كانش في عملاء خالص على الغدا. يعني بتعترف؟ انا بصراحه كنت عايز اخرجك من المود اللي انت فيه ده. ويا ستي لو اللي حصل امبارح ده ضايقك، اوعدك انه مش هيتكرر تاني. استاذ سالم انا لو سمحت. اسمعيني للاخر يا ليلى، لازم تتاكدي ان جابر ده كان اخ بالنسبه لي، ومفيش اخ عمره يبص ولا بيحط عينه على مرات اخوه. انا اسفه. على العموم كويس ان ده حصل، عشان انت لازم تعرفي وتتاكدي ان دلوقتي بقى ليكي اخ يخاف عليكي ويشيل همك. أنا آسفة، بس مش عارفة، يمكن من كتر اللي شفته ما بقاش عندي ثقة في أي حد. أنا عذرك يا ليلى. وبالمناسبة دي بقى عايز أسألك سؤال، أنتي ليه ما اتجوزتيش بعد اللي حصل؟ أتجوز؟ لا. أنتي ما لقيتيش راجل يملى عينك زي جابر مش كده؟ انا مهما قلت لك مش هقدر اوصف لك السعاده اللي انا فيها يا انجي. وبعدين بقى احنا مش قلنا هنبطل الشقاوه دي؟ غصب عني يا انجي، انا بقيت انا استنى عنك الوقت اللي بتبعدي فيه عني. والله العظيم بعد ساعات عشان اشوفك تاني. اسمه ايه ده بقى؟ يعني اسمه انا بحبك. يعني نفسي اعرف مشاعرك ناحيتي بصراحه. ايوه انا مستلطفه. وانا متاكد انت بكره هتحبيني. خلاص استنى بكره. لا انا بقيتش قادر استنى. انت نتجوز؟
مستعجل ليه يا روما؟ قولي انك موافقه يا انجي، ما تغلبينيش. خلاص يبقى انا من بكره هروح لاخوكي واطلب ايدك منه. اوكي. الحمد لله على السلامة يا خالد بيه. عرفت توصل؟ ايه اللي عرفت اوصل؟ انت فاكرني ابن زواتي ولا ايه يا حمودة؟ ده انا صايع قديم. واحنا يا باشا شغلنا كله صياعه، وبنحب الصايع والمنحرجين. اوعى يا حمودة يكون حد شافك وانت جاي. عيب يا باشا، احنا مش تلامذة. وبعدين لو مؤاخذة انا خالد بيه، ما عليك هتخاف من ايه بعد البرستيج والوسايط اللي عندك دي كلها؟ حمودة ما ترغيش يا حمودة في اللي مالكش فيه. ماشي يا باشا، هنقصر وهنلم في المكسر، بس عايزين نبارك لك على الالف فدان يا خالد بيه اللي اتحطوا لك مش شافيين كده على الترابيزه، وفي ايدك الشوكه والسكينه، وتخش عليهم كده وتشطشطهم بالفلفل الاسود. شكلك رغاي قوي يا حموده. بالهنا والشفا يا باشا، الالف فدان. وانا يا باشا هنقصر ومش هنتكلم في حاجه الا ما معاليك بس تقبضنا السبوبه اللي عملناها. ثانيه واحده. اتفضل يا باشا. خش يا باشا عليا، ما تقلقش يا خالد بيه. امال ساعه ايه بس اللي بتتكلم عليها؟ انت في الامان. امسك وبطل كلام كتير يا حموده. مش هنتكلم يا باشا، هنخرص. بس لو مؤاخذه انا بحب اطمن، انت عارف موظفين البنوك اليومين دول بقوا خربانه، ممكن تلاقي باكو واقع منه اتنين وباكو واقع منه ثلاثه. شوف يا حموده. ايوه يا مرسي. لا اله الفلوس تتكلم يا خالد بيه. اسمع يا ابني. يا باشا اسمعني كويس جدا، أنا مش عايز أي حد يعرف اللي حصل بيني وبينك. لو لسانك نطق بكلمة واحدة يا حمودة هتحصل القتيل اللي أنت قتلته. عيب يا خالد بيه، أنا لا شفتك ولا عرفك. وأبجني لا أنت جدنا يا خالد بيه. صباح الفل يا سعادة الباشا. كويس. أنا خليك لا يا خالد بيه. بقول لك إيه؟ بالنسبة يعني مفيش أي حد من أصحابك مضايقك ولا حاجة، ربنا يستر عليك، يعني عايزين نعمل مصالح. سلام يا حمود. يا باشا بص، لو أنت عايز أي جناية معاك يا باشا. والأرض دي بقى هيخصصوها لك إمتى؟ قصدك هيخصصوها لك أنتِ إمتى يا ماما؟ أنتِ ناسي إن إحنا مقدمين طلب شراء الأرض دي باسم شركتك أنتِ عشان أنا ما أظهرش في الصورة؟ على العموم هم وعدوني إن هم هيخصصوا الألف فدان دول في أسرع وقت إن شاء الله. وكوميشن كام؟ كوميشنك؟ هو احنا في بيننا وبين بعض فرق؟ نيفر يا قلب امك، ده انت ضنايا. بس الشغل شغل، بلغاكم بزنس از بزنس. الارض دي هتتكتب باسم شركتي انا، وانا لازم ينوبني من الحب جانب وبعقد يا خالد. الحق مستحق يا ضنايا. عندك حق يا ماما. لا كلام صح اللي انت عايزاه تقولك. طب قولي بقى ورسيني، شايفك يعني مش عاتل هم كده انك لما تيجي تبني الفلل والقصور على الارض ما يجوش يقولوا لك دي ارض زراعيه وانتوا شارينها على اساس كده؟ هما مين دول اللي هيقولوا لي يا ماما؟ انت ناسي ابنك بقى دلوقتي؟ يلا يا رامي عشان اعرفك على مامي وخالد. يا انجي انت تديهم خبر ان احنا جايين عشان انا ما بديش خبر لحد وما بستأذنش من حد. مين اللي جاي مع انجي ده يا ماما؟ انا عارفه. تعالى يا رامي تعالى. اقدم لكم رامي خطيبي. خطيبك؟ رامي موديل اعلانات، هو اللي عمل لي الدعايه الاخيره لشركتي. مامي؟ مدام؟ اخويا خالد بيه فخري عضو مجلس الشعب. حيلك حيلك، جايبه لي واحد من الشارع يا انجي بتقول عليه خطيبك؟ من الشارع خالد بيه؟ انت مالكش كلام معاه خالص. رامي مش من الشارع يا خالد. انت تخلصي خالص والله عايب.
بقيت تنقي وتختاري وتتخطبي واخوكي اخر من يعلم. انت يا بت العب انا معاكي، انا بحب رامي وهتجوزه سواء خالد وافق او رفض. انت شكلك اتجننتي. بقول لك يا استاذ من فضلك اطلع بره. يا انجي اخوكي بيطردني من بيته. ارجوك ما تستفزنيش اكتر من كده. تعال معايا ثانيه واحده من فضلك. استنى جاي معاك يا سيدي. اركب تاكسي اتفضل يا سيدي. تعال معايا انا هفهمك كل حاجه بس بعد ما تتنيل وتخرج بره. بره انت ظاهر نسيتي نفسك ونسيتي اخوكي يبقى مين. بقولك ايه، ابوكي لو معرفش يربيكي انا هربيكي ويكون اخر يوم في عمرك يا انجي لو تتجوزي الصايع ده. ماشي يا خالد، هنشوف بقى مين فينا كلمته هتمشي في الاخر. اما نشوف. هو انت يا بت مش ناويه تلمي الدور؟ ايه حكايتك انت كل شويه تجيب لنا مناظر الله اعلم بتجيبيها منين ولا بتتلمي عليها فين؟ يا بت يا بت الحجر الداير لابد من لطه. حرصي شويه على نفسك يا عين امك. انا قدمت طلب تخصيص قطعه الارض باسم الشركه، بس يعني حضرتك معلش غير حته الارض اللي اتقتل فيها القتيل دي. دي هي دي اكتر ارض مناسبه للمشروع اللي انا عايز اعمله. اللي تشوف ساعتك بعد اذنك. اتفضل. الدوسير اللي كنت حضرتك طلبته مني. شكرا يا ليلى. وعقبال 100 سنه لناجي الصغير، مش هو عيد ميلاده بعد كام يوم برضه؟ فعلا. بس هو حضرتك عرفت ازاي؟ السنه دي بقى لازم تعملي له حفله عيد ميلاد. هو للاسف ان عيد ميلاده ما بين ذكرى وفاه ناجي وذكرى وفاه جابر الله يرحمه. يا ليلى على راي المثل الحي يبقى من الميت. ايوه بس انا فعلا ما بسش، انا خلاص هستنى ان انت تعزميني في حفله عيد الميلاد دي، وعلى فكره انا اللي هصورها فيديو بنفسي كمان. هو حضرتك مهتم بعيد ميلاد ناجي ليه؟ جابر الله يرحمه لو كان عايش ما كانش تأخر ان هو يعمل حفلة عيد ميلاد لابنه كل سنة. ولا اذا سمحتي لي نفسي اعمل حاجة حتى ولو صغيرة لابن صاحبي وحبيبي. على اذنك يا استاذ سيد. شفت المعاملة؟ شفت الطريقة اللي بتعاملني بيها؟ ما تقلقيش، أنا متأكد إن هي ليلى بعد شوية هتصفى من ناحيتك. المهم قولي لي استلمت شغلك ولا لسه؟ ومش عارف أشكرك إزاي، وكمان إدوني شيك بالفلوس اللي عليا اللي كنت هتسجن بسببها. إن شاء الله بكرة الصبح أصرف الشيك وأسدد الفلوس. لا شكرا على واجب يا ستي، دي حاجة بسيطة. يلا مبروك عليك يا سعاد. الله يبارك فيك يا أستاذ سالم. أنا ليا طلب صغير عندك يا سعاد. أؤمر يا أستاذ سالم، أنا أساساً عمال أفكر إزاي أرد لك جميلك عليا مش عارف. والدة جابر. ماما مالها؟ أنا عايز أصرف لها مبلغ شهري، حاجة تساعدها كده في الدنيا الغالية اللي إحنا فيها دي، بس أنا عارف إن أنا لو عرضت عليها حاجة زي كده هي هتعترض على طول، عشان هي نفسها عزيزة عليها. عندك حق، ماما ما بتحبش حد يساعدها أبداً، وأنا مهما اديت لها من مرتبي هديها كام يعني؟ ما أنا برضه عندي مسؤوليات. وانا عندي الحل يا ستي. ايه هو؟ المبلغ الشهري اللي انا هخصصه لها ده هديهولك انت فوق مرتبك، وانت تدفعه لها كل شهر باعتبار ان هو مساهمه منك في مصروف البيت، وكده مش هيكون في اي احراج ليها. ده حل حلو قوي. بس لو عدى شهر واحد يا سعاد من غير ما انت تدفعي لها المبلغ ده، عايزك تعتبري ان ده هيكون اخر يوم ليكي هنا معانا. استاذ سالم انا نفسي اسالك سؤال، هو انت ليه بتعمل كل ده معانا؟ انا متشكر يا سعاد. على فكره عيد ميلاد ناجي ابن جابر بعد كام يوم، وانا بعزمك انت ووالدتك ومروه عند ليلى بالنيابه عنها. بس انا ما بتكلمش مع ليلى وعلاقتي بيها مش كويسه. لا 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 ما تقلقيش، ليلى مش هتعترض. ايه
اهلا 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 روح بابا اهلا اهلا روح بابا اهلا 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 وحشت بابا وحشت بابا. مين دي؟ دي انا. انا صح انا. ومين دي؟ مامي. الله 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 وحشت بابا. مين دول يا بابي؟ مين دول يا بابي؟ دول ناس بابي بيحبهم جدا وقريبين من بابي جدا زي ما انت قريبه كده. انا عايز اشوف عيد الميلاد ده يا بابي. يا خبر ابيض هوريهولك بس بعدين. عشان خاطري يا بابي. عشان خاطري يا بابي. عشان خاطري يا بابي. حاضر اروح بابي. وإن شاء الله يجي يوم تقابليهم تقعدي معاهم هيحبوك قوي وانت هتحبيهم قوي كمان. ازاي؟ ازاي اتجرأوا يكتبوا عني الكلام الفارغ ده؟ انا هرفع عليهم قضية تشهير يا شريف. انا مش هسكت، انا هخرب بيتهم. تبقى غلطان. اللي مكتوب هنا بيقول انه نائب في المجلس بيستغل موقعه وحصانته عشان يخصص ارض صحراويه لشركه باسم والدته، وطبعا ده قانونا ما ينفعش لانها قريبه من الدرجه الاولى. لكن المهم بقى ان هنا مش كاتبين اسم النائب ده، يبقى ما يخصناش. ايوه بس التلميح واضح. انا مش هسكت يا شريف، ما ينفعش اسكت. يبقى كانك انت بتقول لهم انا يا اخوانا هو النائب دوت وتطير منك الارض. لا ما تقلقش على موضوع الارض، قرار تخصيصها هيصدر النهارده، هم وعدوني هيخلصوا الاجراءات النهارده. ايوه يبقى احنا بقى نسكت ونهدى كده لغايه ما المساله تعدي على خير والارض تبقى في ايدينا. انا هتجنن يا شريف هتجنن. انا مش عارف ليه مستلمني في الجرايد، اكتر من جورنان كاتب في الموضوع ده. اتفضل. مساء الخير. تعالى قول لي يا جلال، قرار التخصيص صدر؟ ايوه صدر خليل. مبروك يا خلود. بس في مشكلة صغيرة. ايه تاني؟ القرار صدر بتخصيص 500 فدان بس لشركة والدة حضرتك. ايه؟ 500 فدان بس؟ ال 500 التانيين راحوا فين؟ في شركة تانية تخصصت ليها ال 500 فدان التانية. شركة تانية؟ ازاي الكلام ده يحصل؟ أنا مش هسكت على الكلام ده. أنا مش هسكت على الكلام ده. أنا مش معاك في الكلام ده يا خالد، أرجوك اهدى، أنت شايف اللي مكتوب عنك، عايزين نلم الدور بقى. يعني إيه يا شريف؟ عايزني أسيب 500 فدان كده؟ ليه وأنا حمار عشان أقول لك كده؟ بس أنا رأيي بقى المرة دي بلاش تمشي في الطريق الرسمي، عيب، ما تصغرش نفسك مع العالم دي. حاول تتصرف بطريقتنا إحنا. قابل صاحب الشركة دي اللي تخصص لها ال 500 فدان وأقنعه إنه يتنازل لك، كيش له قرشين. وافرض رافض. عيب يا خالد، أنا اللي هقول لك برضه تعمل إيه؟ ده سكة أبو زيد كلها مسالك، ولا أنت هتغلب؟ أيوه يا جلال كده. سمع يا أحسن؟ طب اسمع بقى كويس، أنا عايزك تعرفني مين الشركة اللي تخصص لها 500 فدان دول. آه بس أنا مش عايزك تقول لي المعلومات الرسمية، أنا عايزك تعرف لي إيه اللي مستني. عايزة إيه؟ العشاء جاهز يا بعدين. سامعني؟ انا عايزك تعرفي المستخبي مين؟ اسمه سالم. سالم دي بقى يعني ايه خصصوا لنا 500 فدان بس؟ ده بدل ما يضعفوا لنا مساحه الارض، احنا بنعمل مشروع لتشغيل الشباب وكمان بنستصلح ارض في الصحراء. حضرتك عشت كتير بره مصر وما تعرفش الحكايه هنا ماشيه ازاي. هنا في الواسطة شايلني وشايلك، استغلال نفوذ. ليلى عندها حق يا سالم بيه، حتة الأرض اللي حضرتك خدتها ديت أنت خدتها من بوق سبع، وبعدين أنا سمعت رطيش كلام كده إن اللي خد بقية الأرض ديت راجل واصل وعنده نفوذ. يعني إيه يا عم مجاهد؟ يعني بدل ما 100 واحد يستفيد ويشتغل في الأرض وكل واحد ياخد له 10 فدادين، 50 واحد بس اللي هيستفادوا؟ ما يقدر على القدر اللي ربنا يا ابني. طب احنا ليه ما نقدمش طلب ونروح نشتري اي ارض في حته تانية؟ ما ينفعش، الارض دي موقعها ممتاز قريبه من الطريق الصحراوي وتربتها تنفع قوي لزراعه النباتات الطبيه والعطريه. يا
يا ريت كان عندنا 100 واحد زيك، كان حال البلد دي بقى حاجه تانية خالص. قصدك ايه يا ليلى؟ قصدي انك بتعمل مشروع ولا راجع ليك باي مصلحه. المشروع ده لصالح شباب ما تعرفهمش، كل الموضوع انك عايز تساعدهم انهم يبداوا حياتهم. انا مش قادره اعرف انت بتعمل كده ليه. انا اسفه اني دخلت من غير استئذان، بس اصلي ما لقيتش السكرتيره على مكتبها. انجي انت بتعملي ايه هنا؟ انا يا حبيبتي السكرتيره اللي ما لقيتيهاش على مكتبها بره. خير واموري؟ صحيح، الدنيا صغيره قوي. جايه ورايا عايزه ايه؟ سالم بيه صاحب الشركه مش كده؟ ايوه انا اموري. لو سمحت انا عايزاك في موضوع مهم جدا، بس على انفراد. ومن غير انفراد يا حبيبتي، انا نفسي مش عايزه اقعد. ليلى بعدين. سالم بيه حضرتك تأمر انا باي حاجه؟ لا متشكر يا عم تاني، اتفضل. مساء الخير. مساء الخير. اتفضل. ليلى صح يا سامي؟ يا عم جه هتسيبني في حاجه. احنا في مكان شغل بقى، ما نتكلم بينك وبينها. انا ما بطلش في اسمها انجي دي، ما بطلهاش ومش عايزاها تيجي جنبي. وايه اللي جايبها هنا؟ وبتقرب من استاذ سالم ليه؟ انت اللي بينك وبينها بس. هقول لك بعدين يا عم جه. ايوه هنا، ايه الموضوع اللي كنت عايزاني فيه؟ ال 500 فدان ارض اللي اتخصصت لك. مالها الارض؟ في احتمال كبير قوي انها تروح منك. تروح مني؟ ازاي يعني؟ واحد من تقال قوي حاطط عينه عليها وعايزها، وما بيتهيأليش انك تقدر تقف قصاده. انت بتقولي ايه؟ هي سايبه؟ البلد دي فيها قانون. قانون خالد فخري، اللي ما يعرفش غيره قانون، واللي يقدر بيه يطحن اي حد يقف قصاده. وعلى العموم هو عملها كتير قبل كده. خالد فخري، انا فعلا سمعت الاسم ده قبل كده. اكيد حضرة النايب اخويا. اخوكي؟ ايوه. وانتي ازاي جايه تحذريني منه وهو اخوكي؟ والله دي مسائل عائليه، ما بيتهيأليش ان هي تهمك كتير. أنا جاي النهاردة عشان أقولك إنه أكيد هيجيلك وهيحاول يقنعك تتنزله عن الأرض، وإلا. وأنا يا ستي مستعد لمقابلته ومستعد لأي مواجهة هو عايزها. أيوة يا سالم بيه، بس أنا بنصحك يعني إن أنت ما تقابلوش من غير سلاح. سلاح؟ ان احنا نتقابل هنا بعد السنين دي كلها. تصدقي ان انا ولا عايزه اشوفك ولا اقابلك اصلا. ما بيتهيأليش ده رئيس سالم بيه. وانت بقى جايه عايزه منه ايه؟ ما انا عارفاكي ما بيجيش من وراكي غير كل المصايب. ابقي اساليه وشوفي بقى اذا كان ده رايه ولا لا. سلام. ممكن اعرف انت ايه اللي بينك وبينها اصلا؟ مالك كارهاها قوي كده ليه؟ هقول لحضرتك على كل حاجه، بس تفهمني الاول هي عايزه منك ايه؟ مع اني انا عارفه يعني انه مش من حقي اتدخل. انجي دي يا ستي نجده وجات لي من السما. نجده؟ انجي؟ اهدي بس واقعدي وانا هشرح لك كل حاجه، اقعدي اقعدي. اخواتك ناموا؟ ايوه يا ماما. وتعشوا؟ انا جهزت لهم العشاء وخلصوا مذاكره ودخلوا ناموا، وانا قاعده بخلص المقاله اللي ورايا. تحب اجهز لك العشاء؟ لا يا اختي ماليش نفس، انا هخش ارتاح. واخره اللي انت فيه ده ايه يا ماما؟ قصدك ايه؟ كفايه السنين اللي عدت وصفاء بعيده عننا، ميته قدام الناس وهي عايشه. سماح انا مش عايزه اسمع الكلام ده تاني قدامي، انت فاهمه؟ صباح على خير. جبت لك كل المعلومات المطلوبة عن هشام السلحدار. برافو عليك. أنا مش فاهم إيه سر اهتمامك بشخصية زي دي؟
يا اخي مصر زينا في غربه، كلنا في غربه مجبورين عليها يا عبد. ما نهتمش بالراجل ليه بس؟ انا مش فاهم تقصد ايه. هقابله واتعرف عليه. وتقابله وتتعرف عليه ليه بس؟ فضولك هيموتك، بطل فضول يا عبد. الحمد لله على السلامة يا ليلى. ازيك يا بابا؟ الله يخليك. ناجي يا ناجي، ناجي كده جبت لي حاجة حلوة يا ماما؟ جبت لك حاجة تجنن، قولي ايه رأيك فيها؟ عشان لو مش عاجباك هروح اغيرها. اهلا يا ليلى. ازيك يا ماما؟ ايه رأيك؟ ايه يا بنتي كل الحاجات دي؟ جايبة لك حتة تيير وجزمة وشنطة كمان يا ست. الله 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 الله. الظاهر ان الشغل الجديد وشه حلو عليكي قوي يا ليلى. الحمد لله يا بابا، على الاقل باجي كل يوم وبطمن على ناجي. يا رب الحاجات اللي انا جبتها لك تعجبك. كتر خيرك يا بنتي، انا مش عاوز حاجه. المهم دلوقتي حوشي قرش ليك انت وابنك. يا بابا حيني النهارده وموتني بكره. هي فين ورده؟ ورده قاعده زعلانه في اوضتها. ليه يا ماما؟ كانت عاوزه تنزل هي وناجي وانا لحقتهم على السلم. يخرجوا هما الاثنين؟ اه. طيب يبقى يا دوب بقى لازم نخرجهم النهارده خروجه تمام علشان ايه؟ يشبعوا. انما يا بنتي انت جبتي كل الحاجات دي من مرتبك؟ لا يا ماما طبعا، استاذ سالم صرف لي نص شهر. باين عليك جدع، ده ابن حلال مصفي. اول حاجه تيجي من ريحه جابر، اخيرا ظهرت له كرامه. يا ريت بلاش الكلام ده قدام ناجي تاني يا اختي. حلو. القمر زعلان ليه؟ عايزه تخرجي؟ ايوه هاخدك انت وناجي النهارده نخرج على الكورنيش تاكلي ذره وبطاطا. وبطاطا تتغدي. معلش يا ماما ماليش نفس. معلومة لازم يكون مفيش نفس. شرفتني يا خالد بيه. مرسي جدا يا سالم بيه. الحقيقة أنا بعتذر إن أنا جيت من غير ميعاد، عشان كده أنا مش ناوي أعطل سيادتك معايا كتير. يعني أنا هدخل في الموضوع على طول. أنا جاي لك بخصوص حتة الأرض اللي في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. مالها الأرض دي؟ يعني أنا سمعت إنك ناوي تزرعها وتملكها للشباب. كل واحد هيزرع الأرض تملكها له بإيجار تمليكي، وتقريبا هتديله عليها بيت ريفي، مش كده؟ مظبوط يا خالد بيه. بس الحقيقة أنا مستغرب يا سالم بيه. يعني مش لوجيك يعني إنك تستصلح أرض تدفع فيها ملايين عشان تديها في الاخر لشويه شباب يسددوا تمنها على سنين طويله. ما انا بعتبره مشروع استثماري، ولو انه يعني طويل المدى. ده غير ان انا بعتبره واجب وطني ان الواحد يساعد الشباب في بدايه حياته. غلط غلط يا سالم بيه. اعتقد ان اي مستثمر ناجح يهمه انه يكسب ملايين في وقت قليل، وانا بقى جاي النهارده عشان احقق لك الهدف ده. ازاي يعني؟ مش فاهم. انا نويت اشتري حتة الارض دي وهدفع لك فيها المبلغ اللي انت عايزه. 5 مليون جنيه كويس؟
اديك هتكسبهم من غير اي تعب. قهوتك هتبرد يا خالد بيه. نقول 10 مليون جنيه كويس؟ مش هدفع جنيه زيادة. أنا للأسف رافض عرضك ده. أنا بنصحك تفكر قبل ما تقولي رأيك النهائي. بتنصحني؟ طب أنا ليش شامم ريحة تهديد في كلامك ده؟ لأنك واضح إنك مش عارفني كويس. اسأل عني يا سالم بيه هيقول لك مين هو خالد فخري. وهل يخفى القمر؟ أنا عارف إنت هتبقى مين كويس قوي. طالما عارف انا بقى مين كويس قوي يبقى لازم توافق على عرضي من غير اي شوشره ومن غير اي مشاكل، لانك مش قد يا سالم بيه. والارض دي انا هاخدها، يعني هاخدها برضاك غصب عنك هاخدها. غلطان يا خالد بيه، غلطان. مع عدم احترامي لكل الاساليب اللي انت بتلمح لها دي، انا ما بخافش. دي حاجه. الحاجه التانيه ان انا بعرف احمي نفسي كويس قوي. والدليل على كده يا سيدي اهو. تعرف تقرا صوره العهد دي؟ انت جبت صورة العهد دي منين؟ دي صورة عهد رسمي بينك وبين والدتك اللي يثبت ان الارض اللي اتخصصت لشركة والدتك دي انت صاحبها الحقيقي. تخيل بقى لو العهد ده طلع للصحافة او المجلس، وتعرف انك بتستغل ان كونك انت عضو في مجلس الشعب بتبيع وتشتري في اراضي ملك الدولة، وان شركة والدتك دي مجرد وجهة لي. تخيل الدنيا هتتقلب عليك ازاي؟ انت بتهددني ولا ايه يا سالم بيه؟ انت اللي ابتديت. بس انا على فكره بنورك. انا لحد دلوقتي مش عايز اعمل معاك اي مشكله. وحلال عليك يا سيدي ال 500 فدان بتوعك. بس انت لو قربت للارض بتاعتي اوعدك ان اصل العقد ده هيطلع للدنيا كلها. سالم بيه، انا يهمني اعرف انت جبت منين صورة العهد ده. يهمني اعرف مين اللي اداهولك. ايوه يا خالد، انا اللي اديت سالم صورة العقد. انت يا بنت رايحه تفضحينا قدام الغريب وكمان بتسرقي العقد من اوضتي؟ بتبيعين انا؟ بتبيع اخوك يا انجي؟ انت اللي بدات بالشر. كل ده عشان ما رضيتش اجوزك الواد التافه اللي انت جايباه من الشارع، صح؟ هو انا غلطانه ان انا عايزه اخويا يبارك جوازي؟ يا ستي ما تتجوزي وتحلي عقد في 60 دهية. لا يا خالد سوري، انا مش هتجوز في 60 دهية، انا هتجوز هنا في فيلت بابي الله يرحمه. جرى يا بت، انت مش لاقي حد يلمك؟ مفيش حد هنا تعملي له اعتبار. بالعكس، انا لو ما كنتش عامله اعتبار لاخويا كنت اديت سالم العقد الاصلي اللي لسه معايا لغايه دلوقتي. هات انجي العقد ده، هات العقد ده، بقول لك بالله والله العظيم. اوكي هديك العقد بس بشرط. ايه تاني؟ ما انا وافقت تتجوزي على الجوز بتاعك ده. لا، تعمل عقد جديد ويكون فيه طرف ثالث. عقد جديد وطرف ثالث؟ ده انت اتجننتي رسمي بقى. ايوه، عشان انا هخش معاك شركه في الارض زي ماما بالظبط، ومن غير ما ادفع ولا مليم، برضو زي ماما بالظبط. لا 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 لا، الموضوع ده مش موضوع جواز، ده انت رسمة على تقيل وتقيل قوي كمان، ومش بعيد تكون انت اللي ورا الحملة المعمولة ضدي في الجرايد، انت صح؟ أنا قلت اللي عندي، عن إذنكم. تعالي هنا، تعالي هنا، إيه البرود اللي أنت فيه ده؟ تعالي! عاجبك كده ماما؟ عاجبك الهرم؟ بتلوي دراعي، بتهددني! أختك اتسعرت على الفلوس. أنت
تتسعر ما تتسعرش، انا ماليش فيه، انا هاخد من حقي. تعالى يا بنت اجي اجي. بقول لك يا بنت انت، لو كنت فاكره ان انا هسكت واقفي على الهبل اللي انت قلتيه تحت دقتي يبقى غلطانه. ده انا ابيع ابويا لو حاول يعض فيا. عارفه يا حبيبي، وما نسيتش كمان ان بابا كان زمانه مرمي في السجن في قضيه التهرب من الجمارك لو ما كانش وافق يتنازل لك عن الشركه بتاعته. طب ما انت حلوه وفاكره كل حاجه اهو. شوفي يا انجي، ما تحاوليش تلعبي معايا اللعبه دي، انت ما تعرفيش انا عملت ايه عشان حته الارض دي بالذات. قصدك على القتيل اللي اتقتل في الارض والقضيه اتايدت ضد مجهول؟ انت بتلمحي ليه بالظبط؟ اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب يا حبيبي. بلا طوب بلا ازاز يا حبيبتي، انا ما حدش وجه لي اتهام اصلا. ايوه، عشان الحكايه ساعتها اتكتم عليها بدري بدري والجرايد ما خدتش خبر. لكن شوف بقى لو ظهر شاهد جديد كده ولا كده والجرايد بدات تكتب وتلسن، خصوصا يعني انهم مستقصدينك اول يومين دول، هيتفتح التحقيق من تاني ومحدش عارف ايه اللي ممكن يحصل ساعتها لمستقبلك وعضويتك في مجلس الشعب والحصانه وحياتك كلها. هي وصلت لكده يا انجي؟ ها بتهددين؟ انا بتهدد اخوكي؟ بص يا خالد، انا لسه عامله اعتبار ان انت اخويا، بس اللي ياكل لوحده يزور يا حبيبي. انا مستنيه العقد الجديد، بس خد بالك انت عارف طول عمرك انا صبري قليل. ماشي.